أنيلو يضيع التعادل في اللقطة الماضية، يعني كاندرو سددها عادت إلى دانيلو، ولكن دانيلو إلى خارج الملعب. هذا نيكاندرو، هذه التسديدة أبعد حارس المرمى إبراهيم عيسى. شوف نيكاندرو، شوف تسديدته، شوف العودة أيضا من جديد إلى دانيلو وتسديدته أيضا من دانيلو. أحمد عامر هو اللاعب البديل، الكرة الآن أمامية سريعة تتحول إلى ما عنده لاعب طويل القامة، أعتقد راح يعوض ذلك اللاعب مايكا لاعب فريق اتحاد كلب القادم. خطيرة هذه وانطلاقة ومايد بيتقدم، مايد خلص، حاول فيها بكاري لمصلحة فريق الفجيرة، ممكن أيضا يبني من خلالها هجمة مرتدة سريعة، لكن التمريرة كانت سريعة. يحاول فيها علي أحمد إبراهيم مع الكرة، أحمد هي بعد ذلك ممكن التسديد، بينية في مكان خطير بتنحط عرضية لكنها إلى خارج الملعب بتتحول، لكن المدافع كان موجود حاول يلعبها بينية أيضا. شوف شوف اللي هو الماضية، لكن الكرة الآن مرتدة من نيكاندرو هيمسلي لاعب الوسط، لاعب الوسط ولاعب الارتكاز الأمام. نيكاندرو هيمسلي البداية الإيجابية والبداية القوية دائما ما تعطيك ارتياح، ان كان ارتياح معنوي وان كان ايضا ارتياح على صعيد الثقه، اكتساب الثقه. هذه كره خطيره الان في المرمى، واحد من هدافي هذه المسابقه، ويسجل بالتالي الهدف الثاني بعد ان سجل الاول من ضربه جزاء. لكن يا سلام على المهاره على تنفيذ نيكاندرو، يلعبها ويرفع عني كاندرو بالراس، هذه من حميد لكن سهله في يد تبعد هذه الكره، عادت مره ثانيه لاعبي دبل فجيره. حامد ممكن تدخل قوي من جانب دفاع بنياس، عادت مره ثانيه ياخذها لنفسه بشكل ممتاز اللي هو نيكاندرو، نيكاندرو هيمسلي. شوف هنا الكرة اللي كان فيها خطأ واضح لمصلحة اللي يتواجد في فريق دبل فجيرة. كرة في الجهة عليها يوسف جابر، يوسف الحبوش استلام بالصدر لكن أيضا مقطوعة، تصل في الجهة اليمنى أحمد إبراهيم إلى نيكاندرو، ياخذها لنفسه بشكل ممتاز هناك في الجهة اليسرى. كل هذه النقلات لمصر أن أتلقى هذه الكمية الكبيرة من الأهداف، لذلك السيد الألماني عمل على إيجاد حل. انطلق، أوه سريع 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 جدا، يضرب الدفاعات، يتعامل بمهارات بفنيات، بحاجة إلى حاضرة للفريق السماوي أنه أخذه فرصة تصويبه. هيا تكون واحد يا السماوي، شوف معاي الكرة، التصويبة، الفرصة اللي كانت على ميد الماس لبلفتيرا، لمسة أيضا من كوني إلى نيكاندرو، خطيرة هذه مرة أخرى سريعة الآن. حامد معاي هيها الخديم أقصى الشمال بكاري كوني إلى الخديم مرة أخرى، يحاول يمر مقطوعة من أمامه تخلص بكاري كوني، لا بالخلف إلى نيكاندرو الهولندي القايدي، حاول يمر حامد كوني تحت الفرصة، مدافعي فريق دبل فجيرة خالد عبد الله طويلة عالية. أحمد إبراهيم في وقت مبكر كان ممكن نهاية ينفرد بالمرمى، لكن بعد يعني دخل مهاي في وضعية التسلل، لذلك فضل أيضا بكاري بأن يتقدم. كرة أمامية الآن ملعوبة، محاولة خطيرة العين والوصل والأهلي والشارقة، تسديدة قوية حلوة ترتد، ممكن التعادل بيضيع في اللقطة الماضية. خارج الملعب هذا نيكاندرو، هذه التسديدة أبعد حارس المرمى إبراهيم عيسى. شوف نيكاندرو، شوف تسديدته، شوف العودة أيضا من جديد إلى دانيلو وتسديدته أيضا من دانيلو. خبرته قليلة في عالم الاحتراف.
أكيد ما يفكر بالمنافسة على الدوري بقدر أيضا ما يفكر أيضا في البقاء لموسم آخر، تثبيت الأقدام، اكتساب الخبرة، معرفة أيضا يعني أسرار قوية في ظل أيضا هذه الاستعدادات، في ظل هذه المصروفات اللي تنفقها أيضا الأندية. سريعة الآن، خطيرة، محاولة لمصلحة فريق دبل فجيرة، بتنحط في المرمى، الله فريق بنياس. هذه اللعبة، هذه البينية، يا سلام على القطعة الحلوة اللي بالفعل ما كان فيها تسلل، المرور بعد ذلك، التسديدة فهد الضنحاني، أمامية طويلة عالية، سلام جميل أيضا من القايدي ميكاندرو، ضرب الدفاع، وأحمد إبراهيم يحطه في المرمى، الله 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 الله. دقيقة 57 من شوب من عمر المباراة، أحمد إبراهيم هو اللي سجل الأول. الآن نشاهد أيضا هدف ثالث في اللحظات القادمة. كل شيء ميكاندرو، تغيير الاتجاه اللعب، لاعب عنيق حقيقة نيكاندو، لكن حامد كوني يحتاج أيضا لإثبات نفسه داخل منطقة الجزاء هذه، عرضية حلوة جميلة. نادي بنياس في هذا اللقاء، أحمد ديدا الحارس، وميليغان الأسترالي مع المنتخب، بندر الأحبابي أيضا للإصابة، لكن كما ذكرت يعني هذه البطولة فرصة لإعطاء كل اللاعبين الفرصة الكافية لإثبات، لكن أيضا مقطوعة. حامد كوني، حلوة النقلات، ممكن حامد الآن، هات خذ يا سلام، محاولة وهجمة منظمة بالنسبة لدبة، أحمد إبراهيم الآن في الجهة اليمنى، خطرة، ممكن هذه خطرة، نفسها بشكل ممتاز، ممكن هذه عدى فيها، خطرة لمصلحة دبة، ممكن هذه، أوه لا زالت الهجمة، ممكن هذه تسديدة، ومن الثاني والثالث عدى، وبعد ذلك العرضية، لكن أيضا طالت، أعاد نيكاندرو إلى عالم لعوبة عالية داخل منطقة الجزاء، وراسية بتنحط في المرمى، جول، هي من تأتي بالهدف الثالث. شوف في اللعبة، شوف بعد ذلك حاطه في المرمى بالخطأ، اللاعب حسن المحرمي بالخطأ في مرمى يسجل علي محمد، ولكن التسديدة إلى خارج أرضية الملعب، حلوة كانت.